مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مرسين التركية رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار السيد غزوان قرنفل. أهلا بكم أستاذ غزوان. بداية، بعد أن تم تسريب أسماء القائمة الثالثة في اللجنة التي تضم ممثلين عن النظام والمعارضة، هل باتت اللجنة الدستورية أمرا واقعا برأيك؟ إلى حضرتك بداية، باعتقادي إلى الآن لا يمكن الجزم على أنه القائمة الثالثة هي محسومة. يعني أعتقد أنه لم يتم التوافق حتى الآن على مضمون الأسماء القائمة المخصصة لمنظمات المجتمع المدني، واللي المفترض أنه الأمم المتحدة عبر يعني فريق المبعوث الدولي هو اللي يتم من قبله اختياره، وليس من قبل الدول اللي راح تجتمع في 14 الشهر في أثينا. يعني المشكلة في هذا الأمر أنه إذا كان المجتمع المدني سيتم التعبير عنه عبر روسيا وإيران وتركيا، فمعنى ذلك أنه راح بطبيعة الحال تكون الغلبة لمصلحة يعني النظام بكل تأكيد، لأنه يعني من لكن واقعا أستاذ غزوان، واقعا ما يسمى المعارضة الآن هي تتبنى فكرة أو مفهوم أو أفكار الشعب السوري بشكل عام، وهي كثير يرى أنها لا تمثلهم تماما. دعني إذا بتتكرم علي كمل الفكرة فيما يتعلق. يعني تم الاتفاق على أن يكون هناك 50 ممثل للنظام و50 ممثل للمعارضة، ثم 50 الثالثة هي من منظمات المجتمع المدني. وبالتالي عدم إناطة عملية اختيار ممثلي المجتمع المدني إلى المبعوث الدولي يعني يمثل تدخل من قبل الدول كل من تركيا وروسيا وإيران في عملية اختيار المجتمع المدني أو ممثلي المجتمع المدني، وهي تمثل مشكلة، لأنه راح يعكس بهذه الحالة مو المجتمع المدني، راح يعكس ممثلين من تلك الدول يعني، أو يعني على علاقة بتلك الدول، وليس يعني تعبيرا عن المجتمع المدني السوري. طيب، فبهي الحالة بطبيعة الحال راح تكون غلبة لمصلحة النظام، على فرض أن تركيا تبنت بالكامل يعني الموقف المعارض لكل من روسيا وإيران والنظام يعني جدلا. وما أنا لا أعتقد أنه راح يكون موفقين في هاي العملية. برأيك هل الأوضاع في سوريا الآن مؤهلة لكتابة دستور؟ بطبيعة الحال لا، ما يعني ليس الوقت صحيح للعملية، رغم أنه سلة الحل يعني ما لم يكن الحل مبنيا على أساس ما تم التوافق عليه من قبل المجتمع الدولي عبر بيان جنيف والقرار 2254، فأي حلول أخرى تنتج هي حلول فاشلة، هي عبارة عن تأجيل حلول للصراع في سوريا. بالتالي يعني اقتصار الحل على المدخل الدستوري هو خيار خاطئ بكل المعايير. صح العملية الدستورية هي أحد منافذ الحل، أحد تبديات الحل، ولكن ليست هي المدخل الأساسي للحل. طيب، يعني بعيدا عن الخلاف حول تعديل الدستور الحالي أو كتابة دستور جديد، برأيك من الضامن لإنفاذ هذا الدستور في ظل افتقار الفاعلين الضامنين لآليات تنفيذ ضمانات كانت سابقة موجودة لم يستطيعوا أن يقوموا بها أو ينفذوها؟ تماما. يعني عندما يعني لا تكون المرجعية هي الأمم المتحدة، بطبيعة الحال لا يمكن أن تثق بالضمانات التي تقدمها الدول التي هي جزء من آليات الصراع في سوريا. سنعود لحلبة التجاذب للمصالح وعلاقات القوة مرة أخرى في سوريا. لذلك مرجعية الأمم المتحدة، مرجعية الحل الذي اشترح دوليا مثل ما أسلفنا يعني عبر بيان جنيف أو عبر القرار 2254، هي اللي تمثل الأساس الموضوعي لحل حقيقي في سوريا، ويكون هذا الحل تحت غطاء دولي. يعني يكون المرجعية الدولية هي الضامنة لإنفاذ ما يتم التوافق عليه من حلول. طيب، إذا تحدثنا قليلا عن المجتمع الدولي،
الأمم المتحدة، مجلس الأمن، هذه المنظمات أو التجمعات التي هي مكونة أصلا من مجموعة دول لكن لديها القرار في العالم. إذا كان المجتمع الدولي فعلا يسعى لحل الأزمة في سوريا، برأيك ألا يجب أولا أن يخرج القوات الأجنبية من سوريا، أم أن المجتمع الدولي يريد أن يشرعن الوضع الحالي بتقاسم النفوذ؟ بطبيعة الحال الصراع في سوريا يعني هو صراع مصالح وقوى دولية وبأدوات سورية مع الأسف. إذن هو صراع مصالح، سواء تبدت هاي المصالح عبر جيوش أجنبية الآن موجودة أو ميليشيات أجنبية موجودة في سوريا، أو حتى بعد خروجها سيكون هناك من يمثل تلك المصالح. هي المشكلة الحقيقية الآن في سوريا، يعني ليس هناك قرار وطني سوري مستقل يمكن البناء عليه في عملية صناعة الحل في سوريا. لذلك يعني لا بديل عن المرجعية الدولية. اليوم في مواقف دولية يعني يمكن البناء عليها. الموقف الأمريكي إلى الآن ما يزال يعني بتقديري لن يكون إلى جانب تشكيل لجنة دستورية بتلك الطريقة التي تسعى إلى كل من روسيا وإيران وتركيا عبر مؤتمر آستانة، لأنه يعني تم تغييب الأمم المتحدة ودورها في هذا الموضوع. لنذكر أنه حتى تم تأجيل الإعلان عن اللجنة الدستورية عدة مرات على أمل أن يعني يلين موقف ديمستورا لجهة أن يتنازل عن الحصة اللي منوط في الإعلان عنها اللي هي 50 ممثل عن المجتمع المدني السوري. نعم. ولم يتنازل الرجل عن هذا الأمر، وبالتالي تم التأجيل إلى بعد انتهاء ولايته أو يعني تسليم مهامه إلى خلفه. وبالتالي أزعم أنه نرجع نأكد على أنه الحل ما لم يبنى على الأسس التي توافق عليها المجتمع الدولي لن يكون هناك حل في سوريا. نأتي إلى نقطة يعني دائما ما تهمش الآن، وهي بشار الأسد. بشار الأسد يرى كثير من المراقبين أنه ليس بشخصه المهم في القضية السورية بالنسبة لهذه الدول، لكن المصالح هي التي تفرض عليها أن تبقيه حاليا. هل تعتقد أن الدستور المزمع أن يكتب الآن سيبقي على بشار الأسد، أم أن المجتمع الدولي لا يهمه من الذي يتسلم سوريا بقدر ما يهمه الاستراتيجية التي ستوضع؟ بطبيعة الحال المجتمع الدولي معني يعني بتقديري إلى الآن معني ببقاء بنية نظام قوية تستطيع الإمساك بالوضع في سوريا، يعني بعيدا عن الانفلات كما حصل مثلا في أفغانستان أو في العراق. لكن وهن غير معنيين ببقاء شخص الأسد أو يعني أن يأتي شخص آخر بديلا عنه. المشكلة بالنسبة للسوريين ليست الأسد كشخص، المشكلة هي في المنظومة الأسدية، في المنظومة الأمنية، في الدولة العميقة اللي عم تحكم البلد اللي هي يعني الأدوات المخابراتية اللي متحكمة في مصائر المجتمع السوري. هون المشكلة بالنسبة للسوريين، وليست المشكلة في أن يكون بشار أسد رئيسا لمدة سنة إلى أن تنتهي ولايته مثلا، إنما المشكلة مثل ما قلنا هي كيف نفكك بنية الاستبداد ومنظومة الاستبداد في سوريا حتى نستطيع إعادة بناء منظومة تقوم على احترام القانون واحترام حقوق المواطنة واحترام حقوق الإنسان. سيد غزوان قرنفل، رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، شكرا جزيلا لك.